الرئيس على 22 طلب انضمام لمنظمة معاهدة واتفاقية كما وعد السيد الرئيس بذلك سابقا، لكي يتم ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ولكي تتمكن دولة فلسطين من الانضمام إلى كل تلك المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات، ليكون جزءا من عملية صنع القرار والسياسة الخارجية على المستوى الدولي. إذن السيد الرئيس هذه الليلة ليس فقط قام بتشكيل لجنة لوضع أسس وبرامج وخطة عمل في كيفية مواجهة قرار الرئيس ترامب لتقديمها للمجلس المركزي الذي سوف ينعقد في النصف الأول من الشهر القادم، وإنما أيضا وقع على طلب انضمام دولة فلسطين إلى 22 منظمة واتفاقية ومعاهدة كما التزم بها في السابق، وبالتالي يكون السيد الرئيس قد وقع بذلك على عدد كبير من تلك المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات من أجل ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين.